عربدة في السوق السوداء. الاحتلال يوظف الموساد لمواجهة كورونا. الموساد يتولى مسؤولية البحث عن أجهزة ومعدات طبية لصالح دولة الاحتلال في إطار مواجهة فيروس كورونا. الموساد يدير عمليات بحث وشراء يشارك فيها الجيش الصهيوني ووزارة خارجية الاحتلال، متجاوزين كل الخطوط والآليات البيروقراطية للتعامل بين الجهات الدولية. جهاز المخابرات الصهيوني استطاع شراء 10 ملايين قناع طبي وعدداً من أجهزة التنفس من دول عدة لا تملك علاقات مع دولة الاحتلال بشكل مباشر. ضابط كبير في الموساد صرح لصحيفة عبرية أن الاحتلال ليس مهتماً بالآلية التي تم فيها الحصول على المعدات الطبية، ربما عن طريق السوق السوداء على حساب بعض الجهات التي تحتاجها فعلاً.